يعني بين البسكوت مثل ما نقول البسكوي والموفن، بس شغلة طيبة وفيه كتير يحبوها، وحتى جاتني هيك طلب شخصي عليها، فعشان هيك عملتها لكم وراح نعملها إن شاء الله اليوم بزبدة المراعي. وأول خطوة راح تكون إنه ندوب هالكمية تاع زبدة المراعي على النار. بس خلوني نذكر بالمكونات. بسم الله، عندي كم، عندي بيض، سكر، طحين، هون برش الليمون الأخضر، مش مهم ليمون أخضر أو أصفر، المهم تعملوا برش الليمون، شوية ملح، فانيلا، وبيكنج باودر للوفيغ شيميك أو الفيادة خميرة الحلويات. وراح نبدأ بأول خطوة بسم الله، اللي هي راح ندوب 120 جرام تقريبا زبدة. هاي فيها 200، يعني 100 120 تقريبا هيك. على بال ما تدوب الزبدة عندي راح نخلط المكونات. اول شيء راح نخفق، يعني فيكم تستعملوا الخفاقه الكهربائيه او اليدويه، وهو يفضل في النوع من الحلويات اللي هو المادلين، غير المادلين عندنا بالجزائر، ننتبه، مع انه بالجزائر يعرفوا شو هو كمان المادلين، المادلين اللي هو هذا الشكل تاعو، لانه تعرفوا اللهجات تاع كل بلد فيه لهجات وكلمات معترف عليها او خلاص تعودنا عليها، فالمادلين الاسم الحقيقي للمادلين هو هذا اللي يطلع به الشكل تاع هذه الحبات. وبالجزائر عندنا احنا نوع من الموفن يسموه المادلين، يعني كلمه خلاص تعودنا عليها، لكن اليوم باش نعرف يعني نكون هيك واضحه، المادلين هذا هو راح نعملها اليوم في هذه الصواني. اول خطوه راح اخلط مكونات الجافه. بسم الله، عندي طحين، البيكنج باودر، خميره الحلويات، رشه الملح، وممكن هون تضيفوا برش الليمون، يا هون يا تخفقوه مع البيض، وانا هذا اللي راح نعمله لاني هيك بستخلص منه كل النكهه تاعو. راح نخفق السكر مع 3 حبات بيض. بعد ما ندوب كمية الزبدة هذه يفضل ان نخليها بس هيك شوية تدفى او تبرد، فعلى بال ما نكون انا خلطت البيض وخفقته وخلطت مكونات الجافة يكون برد شوي. راح اضيف الفانيلا وكمان قشر الليمون. نضيف المكونات الجافه، ودائما لما نخلط، انا ما عنديش طحين بس هون، عندي شويه ملح وعندي بيكنج باودر وخميره الحلويات، فنخلطهم باش مش مكان يكون فيه مثلا خميره الحلويات ومكان لا، طريقه اللي نعملها بها او نتفادى هالشغله انه نخلط المكونات الجافه حتى لو كنا نخلناهم. بسم الله، ونبدا نضيف ونخلط.
سر المادلين انتو شفتوا، انا ما حكيتش يعني خليتها الخطوه هي اخر شيء وراح بس يبرد لي شويه الزبده ونضيفها. سر الخطوات تاعها سهله، الخلط تاعها سهل، حتى قلت لكم انصحتكم انه تتعامل بالايد او الخفاقه اليدويه احسن من الخفاقه الكهربائيه باش يعني تعطينا نتيجه احسن. لكن السر تاعها انه بعد ما نعمل الخليط هذا ونمزجه نخلي العجينه ترتاح، تخلوها ترتاح اقل شيء ساعه. يعني انا عملتها اي نوع حلويات نعملوه ونحطوه نخبزوه على طول، المادلين لا، لازم ترتاح شي ساعه، يا اما راح نغطيها ونخليها يا اما في الغرفه او تحطوها بالثلاجه، المهم تريحوها ساعه، واذا كان اكثر بيكون احسن. فهذا هو سر المادلين. والسر الثاني كمان، او اذا بتريدوا يعني الخطوه كمان اللي تخليها تنجح كمان، الخبز تاعها مش كثير، بين 10 ل 12 دقيقه مع مراقبه الفرن طبعا. بسم الله، وراح نبدا نضيف في الزبده مع الخفق. ريحه الليمون وهيك رائعه. بس ما فيش اسهل من المادلين، يتعمل في رمشة عين في هيك يعني بسرعة، بس بدنا نريحها شي ساعة، يعني اقل شي ساعة، ساعتين ثلاثة بيكون افضل. فانا راح خليه على جنب، وطبعا كنت عاملة واحد ثاني هو اللي راح نحطه نشكله في الصواني المادلين. فهي العجينة اللي جهزتها قبل وريحتها شوية، يعني مش شوية شويات. فراح وفيكم تفردوها أو تحطوها في الصواني بوسطة ملعقة، أنا راح أحطها بكيس حلواني هيك بيساعدني كمان بيسهل لي أكتر. لما تجي تقصوا هال، بس بدي يعطي نصيحه، هال كثير عمليين، هال تجيب الحلواني البلاستيك كثير عملي، بس لما تقصوه تقطعوا هالقطعه انتبهوا ما تنسوش، لانه هي تعمل كارثه لو تنسوها، مثلا تروح في مع الحلويات او العجينه او هي ممكن تخنق الشخص، فتنتبهوا انكم تتاكدوا انكم رميتوها. بسم الله، وهون حبيت نوريكم كمان على الاشكال الصغيره
لما تكونوا هيك شايفين مرات ناخذ كابوتشينو او شغله نقدم قهوه او شيء بيحطوا معاها حبه بسكوت حبه ماكارون، ففيكم كمان تعملوها على اشكال صغيره تقدموها مع القهوه فكتير حلوه. ومسخنين الفرن 375 ل 400 درجه. طبعا اذا عندكم الفرن سخن كثير كثير ما تحطوها في، تعرفوا يعني ما تقولوا بعدين حوريه قالت 400 انا نحط 400، انا بحط 350 يمكن انت عندك 400 او العكس، فانتوا تعرفوا الفرن اللي عندكم. المهم ما تطولش يكون الفرن مسخن وما تطولش بين 10 ل 12 دقيقه وبنشيلها وان شاء الله نقدمها لكم بالف هنا وشفا.